مرحبا بكم إخواني أخواتي الفلاحة، نساء ورجال، المتعاونات والمتعاونون. طبيعة الحال التعاونيات اليوم كيحققوا واحد المكسب جد مهم من خلال الوكالة التنمية الفلاحية. واليوم حنا كنتواجدوا في مدينة أكادير، واللي عرفت واحد الكشك اللي هو بجنب الشاطئ ديال أكادير، باش كذلك هذا المنتوج ديالنا ديال التعاونيات يكون الحمد لله تهوى في متناول السياح اللي كيجيونا هنايا المنطقة أكادير، كذلك بالنسبة للمغاربة والزائرين اللي كيبغيو يلقاو المنتوجات المحلية أو المجالية، راه الإشارة ديالهم في واحد الظروف جد ملائمة وظروف كذلك صحية. اليوم هذا المنتوج المغربي اللي كنشوفوه بهذا الشكل اللي هو مقدم في هاد المنصة ديال العرض اللي كتواجد دائما في الشاطئ ديال أكادير، فهي تبارك الله بمواصفات صحية رائعة جدا ورفيعة المستوى. الزوار والمستهلك اللي غادي يزور هذا الرواق هذا أكيد بأنه غادي يشجع هاد التعاونيات ديالنا ويقتني هاد المنتوجات، لأنه منتوجات مصوبين بواحد الشكل كتحترم شروط السلامة الصحية. كذلك كندعموا هاد النساء القرويات المتعاونات وكذلك الشباب ديالنا اللي اختاروا باش يخلقوا الثروة ديالهم ومشاريع مديرة للدخل من خلال الولوج ديالهم لهذا العمل التعاوني اللي هما التعاونيات. احنا كنتواجدوا في هذه المدينة المباركة، لابد من استحضار القدوم ديال صاحب الجلالة أثناء إعطاء انطلاقة دياله لمخطط الجيل الأخضر الذي اليوم كذلك سننعم مرة أخرى بنتائجه على غرار ما حقق مخطط المغرب الأخضر من نتائج. الفكرة اللي نشأت وسط وكالة التنمية الفلاحية، واللي الغرض منها والهدف منها هو مساعدة التعاونيات ديال المنتوجات المجالية الفلاحية باش تسوق وتروج المنتوج ديالها. هذه الفكرة جات في ظل يعني الجائحة اللي قاست العالم كامل اللي هي كورونا، واللي هي كتهدد أن التعاونيات ما يستمروش في تحسين ظروف العيش ديالهم. لذلك وكالة التنمية الفلاحية كما ذكر وقلتي هي أن دائما خدمة على ترويج وتحسين وتسويق هذه المنتوجات للمستهلك لداخل المغرب ولا خارجه. فمع هذه الجائحة كنعرفوا باللي جميع يعني المعارض تسدوا، واللي هي كانت واحد النافذة كبيرة ديال التسويق وترويج هذه المنتوجات وديال هذه التعاونيات. فكما كتعرفوا أن حاليا الحمد لله قامت وكالة التنمية الفلاحية بولوج الكثير من التعاونيات داخل شبكات التوزيع الحديثة اللي هي لي سوبر مارشي لي زيبر مارشي، ولكن ما قديناش نقيسوا يعني لاسيت كلها ديال لي كوبيراتيف. فلذلك جات هذه الفكرة باش يدار كشك تعاوني واللي تعطات انطلاقة ديالو اليوم في أكادير، واللي غادي يتحط لمدة زمنية طويلة، واللي كتزامن كذلك يعني اللي كتزامن الموسم الصيفي اللي غادي يكون إن شاء الله واحد الإقبال كبير ديال المستهلكين وديال الزوار داخل هذه المدينة الساحلية. فكما كتشوفوا هذا الكشك تخدم بواحد لافاسون ديال 45 متر كاري، اللي واللي يعني غادي يكون تسويق ديال اكثر من 60 مجموعة ديال التعاونيات، واللي كتضم اكثر من 100 تعاونية اللي غادي تستفد من هاد البرامج ديال التسويق، واللي غيكون عندها واحد الدخل قار اترافير هاد لو كيوسك. اذا بطبيعة الحال اذاعات مدينة فئام والطاقم ديالها اكيد بانه المساهمة ديالهم غتكون ان شاء الله تعالى لتشجيع هاد التعاونيات وهاد الانامل المغربيه، هي كذلك غادي نساهموا في اقتناء هاد المنتوج المغربي، هاد المنتوج الذهب ديال التلوين اللي تبارك الله كان سفيرا عبر العالم وعطى عرف بالمنتوج طبيعة الحال اللي كيتميز بواحد الجوده وواحد النكهه بواحد المذاق اللي هو الزعفران ديال التلوين. اكيد بانه التعاونيات اليوم
تهما إذا ساهمنا في الاقتناء ديال هذه المنتوجات فأكيد غادي نساهموا إن شاء الله في الدخل وتحسين الدخل ديال الساكنة القروية. وهذا تبارك الله هي الفلسفة اللي كتمشي فيها وزارة الفلاحة، والهدف الأسمى هو تحسين دخل التعاونيات، وإن تحسن دخلهم أكيد غادي نحافظوا لهم على كرامة العيش ديالهم. فعلى بركة الله سنكون إن شاء الله من المقتنين ديال هذه العملية، وانتم غادي تشوفوا.